اوف 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 درع وخوذه رب ثلاث والله كذا كثير. الله يسامحك يا احمد، الله يسامحك على التحدي هذا. السلام عليكم، حياكم الله يا شباب في تحديات المشتركين الحلقة الثالثة. اليوم الحلقة برعاية أحمد المشجري. مثل ما تشوفون أحمد المشجري كتب لي أتحداك تلعب بدون أي دروع، بعدين رجع في كومنت ثاني كذا عشان يأكد الموضوع يقول لي أو خوذة، يعني لا تستخدم خوذة وتقول لا والله أحمد المشجري قال تستخدم درع والخوذة تعتبر شيء ثاني. طبعا التحدي هذا صراحة أنا أشوفه من أصعب التحديات، لأنه يوم توصل مثلا 10 أوائل الشعب كله معها أسلحة قوية أو سنايبرات وانت ما عندك شيلد، فأي طلقة هتجيك في أصبع رجلك الصغير انت ميت، يعني تفله مثل ما تعرفون في بداية الأيام على طول تقتل واحد بكل سهولة. طبعا أحس أن هذا التحدي بيكون فيه شوية كمبرة. على العموم نشوف وش يصير معنا ونقول بسم الله. واحد معي هنا بدون دروع يا ولد، بدون دروع. نزل الدرع، نزل الدرع. طيب نزلنا روز هوكو. موت حق الحياة، موت. طيب احنا في تحدي بدون درع، لكن يمدينا نستخدم هيل. ايش؟ والله اني ما البس درع، والله ما البس درع. اتوقع بعد ما قتلته لبس الدرع لاعبي. ف اوكي يوه انا مدمج يا حبيبي، انت مفروض شعره واحده مدمج تشرب. ما فيه، ما لقيت اسلحه غير الام 16. امشي الحال فيها وبروح باخذ الموتر اللي هنا، ادخل في الزون ونشوف لنا الدروب. عاد الدروب ان شاء الله ما يكون حظي نفس المقطع الماضي، الشعب كله عند الدروب. لا 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 لا، ليه رايح ليه رايح الدروب يا قليل الحياة؟ بيفجر هذا، يبي يفجر القارب، ندقها كعابي. في كان سلاح، في كان سلاح القروزة، ودي اخذ القروزة. كويس مسافة ما هي بعيدة كثير. خلاص اول منزل من الشاطئ يا احمد، انزل الدرع ليفل 3 وخذ ليفل 3 ولا تزعل علينا. شلون شل الدرع وتعدي؟ خلاص ابشر مالك، ما نسيت. احنا ايش اتفقنا؟ تشرب على طول اول ما تدمج. هذا هو، هذا هو جاي. خلنا قبل ادخل فايت ارمي الخوذة والدرع. دمجته انا، دمجته. هذا اللي كان ناشب لي. هذا سكوب 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 سكوب. نيت نيت جاب لي كار، الله يجزاه خير. وسكوب وسكوب ثلاثة، وهذا وشنطة بعد، شنطة بس. يا أخي ترى وهقة تحديك، وهقة يا أحمد. كل شوي لازم أزبن وأغير ال، أطير الدروع، أطير الخوذة. في شغلات كثير محتاجها. أما الجروز رصاص أصفر. أوكي البوت، أوكي البوت. مش جايب لي رصاص أصفر، جايب لي تكية الكار. عطني بين كيلر. أنا أدري يا أحمد الحين عينه على الدروع ليفل 3 نظيفة، والله حرام. أوف كم فلير جن هذا، هاك كلش. انا كل ما لاعبي جاي ياخذ شيء اناظر اخذ درع ولا ما اخذ درع. يا ابوي هذا هاك، شوف كم درب نازل له، والله مش طبيعي يا جماعه. الزون الجاي الحين بيتحدد، باخذ موتري على طول بروح اشوف وين. اذا تحدد هنا افكر اني اروح الجسر وتحبس للي لراعي الدروبات هذا الهاك اللي هنا.
اي والله انه هنا. خلاص بروح مش الموتري وبروح يا انا يا هو، وغالبا هو. والله قتله، في واحد مع كاتم هنا، في واحد مكمبر على الجسر. شيت اح، شلون ارمينا هنا ده؟ هذا تيرين 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 تيرين. لا يا فلسفة لا، شايفني كان يلا ما عليه ما عليه، ادخل الجيم جديد واحذف التسجيل هذاك، ما حد شاف شيء. يوخر ترى الاخلاق قافلة وربي. طيب في واحد اثنين ثلاثة، هذا سبقني على المكان ذا. الفايت بيني وبينك انا فزت بالفايت يا ديب. واحد ثاني هنا، اوف اوف اوف، فوز بالفايت الثاني. نزل الخوذة، نزل الدرع. في واحد مزعجنا بعد من هناك. المحاولة الثانية راحت. طيب المحاولة الثالثة نطبع السكول. نقول استريح انت والشنقن حقك هذا يا بوت، لا تعبني اركض وراك يرحم والديك. ححححح ليه كذا ليه؟ والله اني جبتها فيه. لبس الهاكات شوف دمه. طيب واحد على السطح، الزق بيرمي علي. اصبر لا تستعجل، بيطب بيطب وراي. اطلع سريع. مسوي فيها الذكي. خلصنا من راعي السكول، باقي واحد هنا. اي اسمع صوته. تحبس لي على الدرج اكيد. ان شاء الله يكون على الدرج ما يكون على الابواب. اوف 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 اوف، درع وخوذة رقم ثلاث. والله كذا كثير. الله يسامحك يا احمد، الله يسامحك على التحدي هذا. اوف البيت هذا. يا ورع ما خلصوا. وات
باقي اثنين. وات؟ صوت الطيارة ما يخليني اسمع شيء. اوكي. يا كثرهم يا كثرهم. ايش؟ الدرع متى اخذته؟ الخوذة. والله يا شباب ان التحدي هذا ما هو بسهل ابدا ابدا. لان يا اخي تحس مجرد ما يفكر انه يقتلك انت ميت. على قولهم تفله يا ولد. يعني ما عليكم الأسلحة وهذا سكوبات بس أبسط سلاح SMG كذا طلقة واحدة بالغلط في راسي يعني شل شو اسمه تشوفوني في اللوبي. أنا شجرة أنا عمود بمحطوني بهدشوت الحين ترررررررر. أهم شي قلاية البيض. أول ضحية أول ضحية عزيز المشاهد أول ضحية عزيز المشاهد يركض مسرعا. المحقق كونان يبدو واثقا ليكون هاك جالس ينظر فيني. الزوم ما هو بعيد بس لازم أنا أتجه يسار. شكله عدى من هناك ما عاد يمديني أشوفه. إيش رأيكم أروح أتبع نفس الطريق اللي كان فيه؟ هذا اللي يلعب حذر هذا يخوف. أنا ما أحب الزحف ولكن لازم إني أزحف الظاهر. طيب نعرف ان في اثنين في البيوت هذه وفي اثنين احتمال يكونون على اليمين. طيب هذا اللي اعرفه حاليا. فالوضع زحفان لانه ما في شيلد ما في درع ما في خوذه. ايوه 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 ودي استغل الفرصه هنا واروح اول واحد للزون. ايش رايكم؟ والله احس انها افضل فرصه هذه. بسم الله توكلنا على الله. الحين بيطلعوا من البيوت. اصبر يا هو لا تدمجني يا هو. لا كذا ما اتفقنا كذا ما اتفقنا. في واحد ورا الصور هناك. كانوا في اثنين هنا. ظهر ان اخوي هذاك اللي كنت لاحقه هو هذاك اللي ورا السور. والله اعلم. وما زال باقي اربعة. احس انهم يزحفون كلهم جنبي. الزون الجاي عندي. اعرف انه في واحد هناك. ايوه. 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 سنايبر وكاتم. وين اللي في البيت المفروض يطلع؟ المفروض الحين كلهم يبانون. ما زال باقي أربعة. هو شلون؟ وات؟ 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 أنا من الصبح أشوف باقي أربعة، على بالي باقي أربعة. أنا قاعد الخمس أشوف الخمسة لايف. يوه صراحة سطلة ما بعدها سطلة. والله العظيم والله العظيم لو أعرف إن باقي واحد ما كان مكمبر هالكمبرة كلها والزحفان. بس قتلنا ستة بدون شيلد. بدون خوذة بدون درع بدون خوذة. آسف على كلمة شيلد قلتها أكثر من مرة. كلها بسبة فورتنايت. فورتنايت هناك شيلد الأزرق اللي يشربه. المهم إن شاء الله المقطع نال إعجابكم. تحدي أحمد المشجري وعطاه أحلى إكس. التحدي اللي بعده اكتبوا لي في الكومنت وش بدكم تشوفون. وشكرا على المشاهدة وعفوا على الفهاوة ونشوفكم إن شاء الله على خير في مقاطع جاية. السلام عليكم.